أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد على مراسم التنصيب الرسمي للمدير العام الجديد للأمن الوطني علي بدوي خلفاً لفريد بن شيخ. وزير الداخلية ذكر بالمناسبة بجملة التحديات التي تواجهها البلاد بما يستوجب التحلي بمستوى الجاهزية واليقظة. ننصب اليوم السيد علي بدوي مدير عام للأمن الوطني تكريسا للثقة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية في شخصه نظير رصيده المهني الزاخر، وكذا للخبرة التي اكتسبها في أحضان هذه المؤسسة العريقة. أستذكر معكم جملة من التحديات الأمنية التي تطبع حاضرنا اليوم وتطلعاتنا الرامية لاستكمال مسار ترقية وتطوير مؤسسة الأمن الوطني التي توجه كذلك عملنا في المستقبل. وهنا أذكركم بالتحديات المرتبطة بالوضع السائد بالقرب من حدودنا الجنوبية ببعض دول الجوار بالساحل الإفريقي، وما لذلك من تداعيات أمنية مقلقة تستوجب التحلي بأعلى مستويات الجاهزية واليقظة والنجاعة العملياتية، وذلك دعماً وإسناداً للجهود الجسام التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي سليل الجيش التحرير الوطني حفاظاً على أمن حدودنا وصداً لأي شكل من أشكال التهديد التي قد تستهدف وطننا.